ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة فيديو سريع جدا جدا جدا، وهو مجرد تذكير او ان انا بفكركم بحاجة مهمة. ممكن تكون في ناس اساسا شايفاها حاجة يعني لا تستدعي الاهمية او التركيز او اي حاجة من الحاجات دي. عايزة افكركم ان الحالة النفسية مهمة زيها زي الحالة الجسمانية او البدنية، مهمة جدا. دي نقطة مش ناس كتير فاهمها. دايما التركيز بيتصب على الامراض اللي هي الظاهرة نوعا ما. يعني لو ابني مثلا جاله برد اجري بيه على الدكتور، لو اب ابنه اتصاب مثلا رجله اتكسرت يجري بيه على الدكتور ويبقى قلقان جدا. انما اب مثلا يجي يروح يقول لابنه مالك يا حبيبي، مخنوق ليه، كلمني، انا حاسك متضايق، لو عايز تحكي انا هكون دايما موجود عشانك، وهكذا. ده نادرا جدا لما بيحصل، نادرا جدا. المشكلة هنا ان احنا مش مهتمين بالموضوع بالقدر الكافي او بالقدر المستحق. الناس اللي انت بتحبهم او اللي انت بتحبيهم اطمن عليهم دايما، حاول تسمع لهم لو هم محتاجين. معلش لان حزونة قطعني وانا بتكلم، فعايزة بس اقول لكم حاجة بسرعة. ممكن يعني عشان تمنعوا الاكتئاب ان انتوا يبقى عندكم حد شبه حزونة كده، فهو بالتالي مفيش اكتئاب هيجي طول ما هو المنظر ده عايش معاك. مش كل مكتئب بيبان عليه، مش كل مكتئب بيبين لك ان هو مكتئب او ان هو يائس او ان هو بائس او ان هو كرهان الدنيا او ان هو مش قادر يستحمل الحياة. مش كل مكتئب بيبين لك ده، مش كل مكتئب بيفضل يعيط طول النهار طول ما هو خارج، مش كل مكتئب دايما قافل على نفسه. ده جزء من حياته ان هو يعيط ويقفل على نفسه، الحاجات دي ده جزء صغير جدا في حياته، لكن مش دي كل حياته. لا، المكتئب بيضحك، ممكن يكون بيضحك ويهزر معاك طول اليوم، مش هيحسسك بحاجه، مش شرط يحسسك بحاجه، مش شرط يبين لك، ممكن هو ما يكونش عايز يبين لك. بالتالي انت ما تعرفش، ولان انت ما تعرفش فانت مش هتعرف تساعده. فما تتخدعش بان اللي حواليك يكونوا ظاهريا كويسين، ما تتخدعش، لان هما مش شرط يبينوا لك ايه اللي جواهم فعلا. هو ممكن جواهم يكونوا بينهاروا كل يوم وانت ما تعرفش حاجه. فدايما حاول ان انت او ان انت تحتضنوا الناس اللي انتوا بتحبوها، اسألوا عنهم دايما، حاولوا تعرفوا نفسيتهم عاملة ازاي، حاولوا تعرفوا هم حاسين بايه بجد، حاولوا تعرفوا مشاكلهم. لو عايزين يحكوا خلوهم يحكوا، اسمعوا لهم بشغف وباهتمام. مش لازم توجدوا لهم حل لمشاكلهم، مش شرط، هما مش بالضرورة يكونوا مستنيين كده منكم على فكرة، هما بس ممكن يكونوا عايزين يتكلموا حد يسمعهم. وساعات برضو بيكون الشخص مش عايز يحكي، مش قابل يحكي، نفسيته مش مؤهلة لان هو حتى يحكي لحد او يبدأ نقاش مع حد ويتكلم في مشاكله او في حاجات تعبانة نفسيا. فانا الناس دي ارجح لها ان هما هي هتكون خطوة صعبة في الاول، بس يشوفوا طبيب نفسي. ده لا شيء عيب ولا شيء يكسف ولا فيها اي حاجة. والناس اللي فاكرة كده ده حاجة ملهاش اي اساس من الصحة ولا من المنطق حتى. يعني زي ما انت مثلا تكون تعبان تروح لطبيب جلديه، طبيب بطنه، حد تعبان نفسيا هيروح لطبيب نفسي برضو. ما هو في حاجه اسمها الطب النفسي، يعني لان دي حاجه معترف بيها وحاجه مهمه وحاجه محتاجه تتعالج لو تعبت، فعشان كده عاملين لها قسم في الطب. فحد تعبان نفسيا المفروض ان هو يروح يعالج برضو نفسيته زي ما هو بيعالج مثلا رجله لو اتكسرت. هي. تالت حاجه حابه افكركم بيها هو ان انتوا ما تسفهوش من وجع حد او تجربة حد مر بيها او تعب حد انتوا مش فاهمينه. انتوا مش في موضع يخليكوا تحكموا عليها اساسا، انتوا ولا فاهمينها ولا مريتوا بيها، تحكموا على اساس ايه؟ هو عامة ما ينفعش حد يحكم على حد، بس اللي هو كمان انتوا لا مريتوا بالحاجة دي ولا فاهمينها وبتحكموا عليها، شيء مش منطقي. فبلاش بلاش نعمل كده، بلاش نستهون ونستخف بوجع غيرنا او بحاجة غيرنا جاي يحكيها لنا، حتى لو انتوا في نظركم شايفينها ان هي حاجة تافهة في نظركم. ما تعكسوش ده، يعني ما تستهونوش بمشكلة حد. لو حد جاي يحكي لكم وبيستنجد بيكم بس ان انتوا تسمعوا له، فانتوا تستقبلوا مشكلته بايه؟ ده ايه يا عم، ده المشكلة التافهة دي، ده مشاكل اكبر منك بكتير. طب ما كلنا عندنا مشاكل، صلي لك بس ركعتين وانت اكيد نفسيتك هتظبط، انت اكيد بعيد عن ربنا عشان كده نفسيتك بايظه. كلنا عندنا مشاكل يعني، وايه يعني استحمل شويه، ده انا مشكلتك اكبر من مشكلتك 100 مره. طب اسمع انا بقى مشكلتي ونعلي على بعض. ليه؟ ده يعني شيء مش هيساعده في حاجه،
مش هيساعده في حاجة. لو انت عايز تديره حتى نصيحة اللي هو قرب من ربنا شوية، مش بالطريقة دي، مش بالطريقة دي. فما نستهونش بوجع حد، واحنا كل اللي في ايدينا ان احنا نسمعه. دي مش حاجة صعبة، اسمعه وبس، اسمعه وافهم منه، حاول تبص الموضوع من ناحيته، حاول تشوف مشكلته من ناحيته، ان هي الدنيا واقفة عليها، الدنيا بالنسبة له واقفة على مشكلته، حتى لو هي في نظرك تافهة هي مشكلته بالنسبة له كبيرة. رابع حاجة حابة انوه عليها هو ان لازم نكون قريبين من ربنا، لازم نصلي، بس مش معنى ان حد نفسيته تعبانة ان هو بعيد عن ربنا، ده مش معنى ده. يعني ممكن يكون حد قريب من ربنا وكل حاجة، بس برضو مثلا ربنا مبتليه بحاجات عشان هو بيحبه، فهو برضو الشخص مثلا الابتلاء ده مثلا تعبه شوية، ملهاش علاقة بان هو بعيد عن ربنا. ممكن يكون قريب من ربنا جدا وفاهم مثلا انه ابتلاء وكل حاجة، بس ساعات دنيته بتضيق عليه، ده طبيعي، انسان ومش قادر يستحمل، ده شيء طبيعي، يعني هو مش انسان آلي. يعني هو طبيعي عنده مشاعر، وممكن لو فضل يستحمل كتير ففجأة هيجي في مرة هينفجر، عادي، ده شيء طبيعي وصحي على فكرة لما حد ينفجر ويطلع مشاعره لبرة، ما يسيبهاش جواه. فعشان كده بس بنوه على حتة ان شخص يكون تعبان نفسيا مش بالضرورة يكون بعيد عن ربنا، مش بالضرورة انه يكون شخص مش بيصلي، يعني في حالات كده وفي حالات كده، بس ده مش شرط اساسي. طبعا في النقطة دي احب اضيف ان الدعاء بيريح جدا، او ان انت بس تكلم ربنا زي ما قلت في الاول، ممكن تكلم حد وتحكي له، ففي نفس الوقت انت ممكن تكلم ربنا، وانا شايف ان دي حاجة بتريح جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت هو ربنا سمعك، فهو ربنا هو اللي قادر اساسا يحل لك المشاكل دي، اللي هو ممكن تطلع البلكونة وتبص في السماء وتفضل تتكلم، اتكلم كأنك بتكلم نفسك، اتكلم وطلع كل اللي جواك، فهو سمعك. دي بس حاجة حبيت اضيفها للنقطة دي. ننتقل الى اخر نقطة، وهي ان انت تساعد نفسك بنفسك. يعني ما تستناش ان حد يجي يصلح حياتك، ولا يصلح اللي اتكسر، ولا يساعدك، ولا يخلي حياتك وردية، ولا اي حاجة من الحاجات دي. انا مش بقول ان ده مش ممكن يحصل، هو ممكن يحصل وهو بيحصل، بس مش شرط يحصل مع كل الناس. وانا مش قصدي بالكلام ده ان كل شخص يقابل فتى احلامه اللي هو يجي يساعده كده، لا، انا قصدي عامة، انا بتكلم على كل انواع العلاقات، صداقة، اخوة، حب، وهكذا. انا من وجهة نظري ان الصحة النفسية للانسان مرتبطة بحاجات كتير جدا، وفي نقط كتير جدا كلها متداخلة ومتشابكة، وبيكون اساسها الصحة النفسية. فلو اهتمينا بدي حاجات كتير في حياتنا ممكن تتحسن واحنا مش اخدين بالنا. دمتم بسلام نفسي وصحة وسعادة وراحة بال وكل حاجة كويسة في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.